هذا السائل يقول: إذا ذهبت المرأة إلى الروضة في الحرم المدني وأرادت الاتجاه إلى القبر والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهل لها هذا؟ نعم، تصلي على الرسول وتسلم عليه وفي مكانها، ما حاجة تروح للقبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، صلوا علي حيث كنتم، الرسول يقول صلوا علي حيث كنتم. نعم.